طبعا عملنا فيديو اليوم لحل مشكلة البطء في الجهاز والتعليق وفشل التنزيل والخطأ في تحليل الحزمة عندما نقوم بتحميل بعض التطبيقات. وضعت لكم عدة خطوات. أولا ندخل على نحمل برنامج ES فايل من متجر جوجل بلاي. هذا البرنامج طبعا أنت من صفحة البداية تدخل على البحث، تضع في البحث ES فايل، هو عبارة عن متصفح ملفات. اللي عنده متصفح ملفاتي ما يلزمه، لكن يلزم في أجهزة مثل السوني ليس فيها مشكلة. نقوم بتحميل هذا البرنامج، طبعا قمت بتحميله، نضغط على فتح، تدخل على الملف هذا. هاي طبعا صفحة البداية، تدخل على الأندرويد داتا، تقوم بتحديد الكل من هنا من القائمة، تحديد الكل وتعمل حذف. طبعا هذه الطريقة موافق، لن تقوم بحذف أي شيء من التطبيقات، فقط هذه ملفات مؤقتة لتخفف على الجهاز، لأن كل الملفات تخزن هنا. ثانيا بعد أن نقوم بهذه الخطوة، ندخل على التطبيقات من الضبط، التطبيقات، مدير التطبيقات، الكل. طبعا أول تطبيق ندخل عليه هو الاستوديو، نعمل له مسح البيانات، ولا تخاف لن يتم مسح أي شيء من صورك أو فيديو، فقط هذه هي بيانات مؤقتة. بعد الاستوديو ندخل أيضا على تطبيق، هنا هو مثبت، حزمة المثبت. هذا التطبيق تعمل له إيقاف إجباري، الآن هو لا يعمل. عندما يظهر لك الخطأ في تحليل الحزمة تعمل إيقاف إجباري، وتجرب إن شاء الله ينزل معك التطبيق. ثالثا ندخل على متجر جوجل بلاي ونقوم بمسح البيانات، أيضا من أجل لا يعلق برنامج جوجل بلاي. تعيد التنزيل يمشي الحال إن شاء الله. رابعا ندخل على النظام الأندرويد، هذا نظام الأندرويد، وتعمل له إيقاف إجباري. لا تخاف طبعا ما راح يأثر أي شيء، فقط لتسريع الجهاز. لأرجع مرة، بعد أن ننتهي من التطبيقات ندخل على المزيد ونضغط على إعادة ضبط تفضيلات التطبيق، موافق. هذه بالنسبة للتطبيقات. لاحظ الجهاز يصير عندك أسرع. بعد أن ننتهي من هذه الخطوة تقوم بتنزيل تطبيق كلين ماستر، طبعا تطبيق كلين ماستر لحذف مخلفات البرامج والنظام والباقي الأشياء، يخفف لك المساحة ويساعد في تسريع الجهاز. طبعا من موقع جوجل بلاي، شوف لأنه حذفنا البيانات المؤقتة، يرجع يفتح من جديد، تضع في البحث لين ماستر، بحث من موقع جوجل بلاي، ثم تقوم بتنزيله. طبعا بعد ما نزل كلين ماستر، لاحظوا بس لأنه ما بدي أطول، أنا مثبته مسبقا على جهازي. هذا هو البرنامج كلين ماستر، نقوم بتشغيله ونضغط على ملفات المخلفات. هنا هو يحسب الحجم، بعد أن ينتهي نقوم بإتمام الحذف. وهذا كل شيء بالنسبة للفيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. تنظيف المخلفات.